أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ये एक सूरा है जिसको हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को फर्ज कर दिया और इसमें साफ साफ आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो और अगर तुम अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर हरगिज तरस न आए और चाहिए ये कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी वहां मौजूद हो। الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہے إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إن من الصادقين ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سوار لیں اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت اور عورت سے سزا کو یہ بات ڈال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती, और ये कि अल्लाह तो तौबा कबूल करने वाला है, हकीम है।